السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد البلبل اخوتي خاص شارع ديال حازا جماهير وداديه كما غادي تشاهدوا مباشره هذا الشارع قصويين. نتمنى الوداد تربح. اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم الحمراء كما كتشوفوا جماهير كثيره لالاف الوداديين. هادو هما الجماهير الوداديه. كما كتشوف اخوتي الاجواء رائعه جدا، الاجواء جماهير وداديه، جو كامل هذا البلاصه. انا حاليا باقي محلول لهم الشباب باش يدخلوا ثلاثه ونص ولا اربعه باش يغادروا. نتمنى التوفيق للوداد البيضاوي. جماهير ديال الوداد كلهم جاو، كلهم متحمسين، كلهم كيقولوا اللقب ديالنا، وهذا الشيء كنتمناو باذن الله. نتمناو الوداد تفرح هذه الجماهير، الالاف ديال الجماهير، اي منطقه خاص في كازا، النواحي ديال كازا، اي بلاصه في المغرب، اي منطقه من الصحراء، عفوا الصحراء المغربيه، من طنجه الى الكويره العزيزه، كلهم مع الوداد البيضاوي. ها كما كتشوفوا الاجواء رائعه جدا. الوداديه هذه البلاصه، الشوارع، كل شيء رائع جدا. كاينه الحمراء. ها تماما، برافو. ها يا خوتي، ها نتمنوا الدعوات ديال المغاربه تكون معنا ان شاء الله. ان شاء الله رابحين عندنا الشخصيه ان شاء الله. الله يحفظك. كما كتشوف اخوتي الاجواء رائعه، جماهير وداديه. نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى التوفيق للوداد البيضاوي. كما كتشوفوا معنا اخوتي جماهير وداديه حاليا في هذا المكان كينتظروا الدخول الى الملعب. حاليا تقريبا الربعه ان شاء الله باذن الله غادي ندخلوا في الملعب وغادي نجيو حدا جماهير. السلام عليكم. السلام خويا الزكي، جماهير لاباس عليك. انا رفتي في لاشين ديالك. الله يحفظك خويا. بغيناك تعطينا راي على ديال الوداد البيضاوي. كيف ما كتعرفوا الوداديين اكثريه ديالهم كيلعبوا الكره، عقليه زوينه. حنا كنامنوا بالعقليه وكنامنوا بشي حاجه موضوعيه. الماتش صعيب كون طر غول افريقيا، يعني ثاني فريق في العالم، يعني حرجناه في 2017 وان شاء الله في 2022 غنعاودوا نحرجوا. ماشي غنعاودوا نحرجوا، غنعاودوا نحرجوا كرويين. ما كانش كرويين الجمهور رقم 12 غيدير خدمته كيف ما جاب العصبه ديال 2017 شفنا في الحناجر ديالنا. هذا واحد الميساج للمصريين والامه كاع اللي كي عندها شي فرقه واللي عندها شي جمهور. الوداد اسمع ليا، الوداد راه ما عندهاش جمهور، الوداد عندها امه وراها وجيش وراها يو ازيروها اينما رحلت واينما ارتحلت. تحيه لك اخويا. واليوم اللقب، واليوم اللقب ودادي ما يخرج من كازا باذن الله وبحوله.
الله الوداد تربح ان شاء الله وتفرح الجماهير الرائعه جدا للفريق الوداد. الله يحفظك اخويا. نتمنى ان شاء الله يكون خير الوداديين. نتمنى الوداد ترفع اللقب خاص في المركب محمد الخامس يفوزوا ديما وداد بابو ديما وداد ديما وداد ديما وداد ديما وداد ان شاء الله 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 ان جماهير وداديين حاليا كينتظروا. نتمنى ان شاء الله يكون خير معنا اخوتي جماهير وداديه ايضا مع الامن الوطني باغيين يدخلوا للملعب باغيين ما قادرينش ينتظروا ما قادرينش يتسناو باغيين يدخلوا الى مركب محمد الخامس باش يشجعوا الفريق ديالهم باش يوجدوا الشعار ديالهم خاص بفريق الوداد البيضاوي ومربوحه الاف الجماهير ديال الوداد حاليا واقفه هنا وكينتظروا وكاينين شي واحدين باغيين يدخلوا للصحه. انتظرنا مده طويله هنا ولكن ما عندنا الا ننتظروا حتى ندخلوا للمسائل ديالنا. اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا جرس باش يوصلكم ديما جماهير ودادية كلهم يقولوا ثلاثة لواحد. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله كما كتشوفوا وداديين حاليا. هذا جمهور من الوداد. بغينا نسولك شحال كتوقع النتيجة؟ خويا كنقول لك جوج لواحد. جوج لواحد جوج لواحد مربوحة إن شاء الله. مربوحة إن شاء الله. تماما كما ياك من بعد إلى ربحات الوداد الكاس شنو غادي نديروا في الليل؟ كما كتشوفوا جماهير وداديين كلهم كينتظروا الفريق ديالهم يرفع اللقب باش يحتفلوا بهذه الليله. البلبله غادي تنوض كما كتشوفوا معنا خوتي. هذا هو الدخول الى مركب محمد الخامس. جماهير ديال الوداد البيضاوي ديما وداد ديما وداد ديما وداد مربوحه عن الساعه الفلوق هذاك دير شي فلوق. شحال 4 لواحد 3 0 باش مربوحه 4 لواحد ولا ما جبناش كاس غنهبطوا نديو ياك غتهزو نديو. كما كتشوفوا اخوتي الالاف الجماهير ديال الوداد البيضاوي كلهم حاليا كينتظروا الدخول ديالهم الى مركب محمد الخامس. نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى الوداد تربح. كما كتشوفوا جماهير وداديه كينتظروا حاليا الدخول الى مركب محمد الخامس. علينا لقينا مشكل خاص الدخول الى مركب محمد الخامس. جماهير وداديه كينتظروا الدخول الى مركب محمد الخامس. Allah champions league.
Thank you.